وهي أن البر لا بد أن يكون قرينه الإخلاص، أن يكون البر بإخلاص. ولذلك نسمع من بعض الناس: أنا اللي سهرت على أبوي، أنا اللي رافقت أبوي، أنا اللي أعطيت أبوي تجارة أبوي بسببي، أنا اللي ساهمت، أنا اللي قمت، أنا اللي بذلت. ويحك، أتمتن على الله ببرك بأبيك؟ وإياك أيها المبارك أن يكون برك حتى يرضى عنك والدك فقط أو أمك، بل إن الرضا رضا الله، فاجعل في رضاهم قبل ذلك أن يرضى الله. وحتى تكون في الجنة لا بد أن يكون العمل خالصاً لرب الأرض والسماء، فتكون في الجنة قبل الجنة. لذا أدعوك إلى تجديد النية.